الهيئة العامة للشباب تنظم المنتدى العلمي للفنون والإعلام واتجاهات المستقبل، وهذا يعني أثر الإعلام وأثر الفنون في الشباب وفي المجتمعاتنا العربية. اليوم احنا نشوف شبابنا من دول مجلس التعاون الخليجي فاعلين ومتفاعلين ومتأثرين من خلال مشاركتهم بهذا المنتدى المهم اللي يتكلم عن أهم مجالين. واليوم في الجلسة الثانية لتنظيم بطولة كأس العالم في دولة قطر الشقيقة 2022، وبوجود سعادة الأخ الفاضل ناصر الخاطر رئيس التنفيذي، واليوم شفنا معلومات متنوعة وتفاصيل عن تنظيم هذه البطولة، وشفنا شبابنا في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم طرح العديد من الأسئلة وكانوا متفاعلين بهذه الجلسة، ويعني أصبح لدينا يعني تفاؤل بأن هذه البطولة راح تكون بطولة متميزة عن بطولات السابقة. فهذا الدليل أن دولنا العربية ونخص فيها دولنا الخليجية وقطر أنها باستطاعتها أن تنظم بطولة بشكلها المميز، وبإذن الله راح نشوف يعني مشاركة مميزة من جميع الدول، وأيضا راح نشوف تفاعل كبير لدى منتخباتنا ودولنا العربية بهذا التنظيم، متفائلين فيه إن شاء الله.